بروتوكول هو اي دي بي، المكون الاساسي ماده هو اي دي بي اللي هو ورقه الابداع. الشغله المهمه اللي حبينا احنا نركز عليها هي الاي دي بي وجماعه المشاركه اللي اسمها اي دي بي، هي مجموعه اصناف مش مجموعه كومبوزيشن اكثر من كده، يعني ماده فعاله كبيره اللي نحتاجها يتعالج منها هم تختلفون. لهذا نقدر نقول انه كل الاي بي هي مثل بعض. هذا المصنع اللي حكيت معنا بفرانكفورت، يعني البروسبان جوز ثرو ماني ستيبس انتل يو جيت ذس بروجكت. تهدف الندوه العلميه لهذا اليوم في فرع العقاقير كليه الصيدله الى ابراز الوعي او اخر المستجدات حول اكتشاف الادويه واستخلاصها من المصادر الطبيعيه. الحقيقه هناك تطورات في مجال اكتشاف الادويه وتفسير كيفيه استخلاص المواد الاساسيه من النباتات الطبيه وتصنيعها بالشكل الدوائي. وبالتالي حاولنا في هذه الندوه تسليط الضوء على اخر المستجدات والبحوث والطرق المستخدمة حاليا لاستخلاص الأدوية ومن المصادرها الطبيعية وكل ما يتطلب من بحوث واختبارات علمية قبيل إنتاج هذه المواد بشكل دوائي ووصولها إلى المريض. فحقيقة يعني كان الحضور جيد، كان الموضوع حديث جدا، ونحاول إن شاء الله في المستقبل أنه نعمل أدوات أخرى لحصر هذا الموضوع وتخصيصه فيما يخص آخر الأدوية حاليا والمستخدمة في علاج أمراض السرطان أو الأمراض المستعصية الأخرى ومصادر هذه الأدوية واستخلاصها وأهمية النباتات الطبية في أن كونها كمصدر رئيسي لهذه الأدوية. الندوة جاءت للتفريق بين ما يسمى بطب الأعشاب والطرق الحديثة في عملية تصنيع الأدوية اللي هي تعتمد على الأعشاب كمصدر لاستخلاص مواد فعالة، بعدين هذه المواد الفعالة راح ندخلها في عمليات كيميائية كثيرة من ضمن البيولوجيكال ايفالويشن والكيميكال سينثيسيس، وبالأخير نطلع منها أدوية ممكن أنه تدخل في مجال علاج كثير من الأمراض. وعدنا أمثلة كثيرة على الأدوية اللي هي أصلاً جاي من مصادر طبيعية، لكن حالياً هي تعتبر أساسية في علاج كثير من الأمراض، ومن ضمنها الأدوية السرطانية اللي جزء منها يعني ما يعادل 50% أو 65% من هذه الأدوية السرطانية هي بالأصل جاي من مصادر طبيعية. هناك العديد من النباتات لعلاج هذه الأمراض، منها نبات الجينجر ونباتات الجينكو بايلوبا، وكثير من هذه النباتات لعلاج كثير من الأمراض المستعصية، ونحن في تطور مستمر في اكتشافاتنا للحصول على مستخلصات نباتية لعلاج أمراض مثل أمراض السرطان وأمراض الروماتيزم وغيرها من الأمراض. فهناك العديد من النباتات اللي احنا نستخدمها في مختبراتنا للحصول على مستخلصات نباتية بحيث تكون مكوناتها الفعالة ذات فعالية عالية لعلاج الأمراض المستعصية مثل الفلافونيدات والقلويدات والسابونينات، وكل هذه المركبات الفعالة ندخلها في تراكيز معينة للحصول على أدوية لمعالجة الأمراض المستعصية. تهدف هذه الندوة بدرجة الأساس إلى تعريف الباحثين في هذا المجال على كل ما هو جديد وما هو متعلق باستخلاص الأدوية النباتية التي تعد جزء لا يتجزأ وجزء مهم جدا من الطب التكميلي الذي يهدف بالدرجة الأساس إلى إيجاد مصادر علاجية جديدة لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان والسكري وما إلى ذلك من الأمراض.